قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا. تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بملخص ديال المنتخب المغربي والمنتخب الاردني. كما شفتوا معنا المنتخب المغربي قدم مباراه كبيره ومباراه عالميه واداء عالمي واهداف رائعه جدا ما شاء الله تبارك الله. رباعيه ثانيه على التوالي للمنتخب. مازلنا مباراه ان شاء الله مع المنتخب السعودي. خلاص المنتخب تاهل للدور الثاني، يا غيواجه المنتخب المصري او المنتخب الجزائري على حسب اللي غيتصدر المجموعه ديال الرابعه. غادي يتجاوز المغرب، لان المغرب ان شاء الله يكون في هو الاول في المرتبه الاولى، لان كيلعب الاول مع الثاني. المهم الاصدقاء ديالي اهم حاجه عندي تكونوا استمتعتوا، كنتمنى الملخص يكون كان في المتناول، عجبكم، كان هذاك الشيء مزيان. اهم حاجه كنطلب منكم الاخوان ديالي، الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش الاخوان ديالي، ديروا لينا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. الاخوان ديالي تهلاو ليا في راسكم بزاف. موعدنا ان شاء الله في التحليل ديال المباراه. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. السلام عليكم.